هو ايه اللي بيحصل في رئاسة الجمهورية؟ وايه قصة القرار الجمهوري الجديد؟ وليه الرئيس اتدخل بنفسه عشان ينهي الفوضى في سوق الصرف والسلع والاحتكار وارتفاع الاسعار؟ واللي هيحصل في الايام اللي جاية؟ بانكير نبض البنوك. على مدار شهور طويلة الحكومة والجهات الرقابية استنفذت كل محاولات القضاء على الفوضى اللي حصل في الأسواق، من احتكار وحجب للسلع ورفع أسعارها للمضاربة على الدولار والعملات والتلاعب في أسعار الذهب، وتحولت مافيا الأسواق لوحش ضخم وشبكات عنكبوتية كل هدفها الربح وخلاص، وعم قلوبها الجشع وليه لأ، وهنا بيكسبوا ملايين الملايين كل طلعة شمس. عشان كده الملف زي ما سبق وقلنا هنا في بنكير راح على مكتب الرئيس السيسي، واللي ضرب ضربة الموسم للقضاء على كل مظاهر الاحتكار والتربح والتلاعب والغش وحجب المنتجات. قرار الرئيس كان باعتبار كل جرائم الأسواق اللي قلنا عليها سواء في الأسواق العادية أو أسواق العملة والمتاجرة فيها بشكل غير شرعي قضايا أمن قومي، يعني بتخضع للقضاء العسكري. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني حضرتك خلاص زمن الفوضى ده انتهى وكله هيتحاسب. وخلينا بس في الاول نقول لحضراتكم ان القضاء العسكري جزء من القضاء المصري وليه ضوابط وقوانين بتحكمه، لكن بيتميز في سرعة انجاز القضايا لانه بينتظر قضايا زي ما قلنا بتهدد الامن القومي ولازم يكون حكمه سريع. وقال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري بعد موافقة مجلس النواب. طبعا القرار عمل حالة فوضى في الأسواق ورعب بين التجار السلع والدولار والذهب وعصابات التهريب والمضاربة، وكله راجع حساباته. ومن ساعة القرار برضو بدأت عملية الاتجار في السوق السوداء للدولار تقل، وده لأن التاجر اللي هيقع محدش هيسمع عليه وهيتحاكم كأنه خطر على الأمن القومي، وده بخلاف ان في نفس الوقت الداخلية وأجهزة الأمن عاملة حاجة عظمة في ملاحقة وضبط تجار الأزمات وخاصة تجار العملة والذهب، وقدرت تفكك شبكات وعصابات خطيرة لدرجة انها مسكت 1387 قضية حجب بسلع تموينية ضخمة خلال 24 ساعة اللي فاتت، منها قضية اتمسك فيها 1060 طن سلع تموينية و164 ألف لتر مواد بترولية و3000 كرتونة سجاير. تخيل ده كله اتمسك في قضية واحدة ضمن 1387 قضية في يوم واحد، وده بيورينا قوة وتوحش مافيا وعصابات حجب السلع. وقبليها اتمكنت أجهزة الأمن من ضبط ما لا يقل عن 7000 قضية حجب سلع تموينية متنوعة ومواد بترولية ومئات الآلاف من عبوات السجاير، وده غير القبض على أسماء تقيلة في مافيا وأباطرة الذهب والنقد الأجنبي والاتحاقات معاهم وصلت لأسماء تانية لحيتان الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار والقبض عليهم. طبعا كان معاكم مصطفى إبراهيم من بنكير. بنكير نبض البنوك.